حنايا حاضرين هاد السنه في البازار الموسم الثاني ديالو تتم الموسم السابق اللي كنعرف النجاح ديال السنه الماضيه. هاد العام عاوتاني بغينا نبداو اليوم لاول عرف حضور ديال مجموعه ديال النجوم. صراحه اليوم الاول كيبان بانه كاين واحد التكميله ديال السنه اللي فاتت وان شاء الله يكون كلشي مزيان. المشاركه ديالي اليوم هي باش نعرض المنتوجات ديالي، ولا هي حقائب نسائيه واكسسوارات. اكسسوارات فيها احزمه وشالات، هي مستوحات من الفسيفساء الموروط المغربي اللي الصانع المغربي عطاه واحد النكهه ديالو الخاصه به. فلهذا بغيت نترجم هذا الفن عوض عن ان يبقى حبيس الجدران والارضيات. بغيت نترجم هذا الى حقائب. هذه الحقائب الهدف منها هو ان تتجول العالم، ان تتجول للعالم اعتزازا وافتخارا بهذا الموروط المغربي.